السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة سلطة البابا غنوج، او بيقولوا عليها في سوريا والاردن وكده بيقولوا عليها متبل. ان شاء الله هعملها معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تدوسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك وتعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنت. طيب اول حاجة هعملها، وهي ده اول حاجة عندي، البتنجان. انا عندي هنا بتنجانية انا شويتها، جبت البتنجانية وخدت السكينة كده وقعدت اغرس فيها شوية، وبعد كده وكمان بصلاية معايا عملت فيها نفس الموضوع بالسكينة كده، بس اغرس فيها شوية عشان لما تخش الفرن. وفي ناس ممكن تشويها على البوتاجاز من فوق، دي حرية شخصية، المهم انها تكون مشوية خلاص. ودي ادي بصلايه كمان شوياها، وفي ناس ما بتستخدمش البصل يعني ممكن نستغنى عن البصل. معايا هنا معلقتين كبار من الطحينه، معايا 4 فصوص من الثوم، يعني 4 فصوص كده و5 فصوص صغننه، يعني 4 فصوص كبار، ولو في صغيرين كده يبقوا بالمنظر ده تمام. وهنا معايا معلقه كبيره من عصير الليمون، وكمان معايا زيت زيتون وممكن نستبدله بالزيت العادي. اول حاجه هنعملها ايه؟ هجيب الكبة بتاعتي، واول حاجة هعملها ان انا هفرم الثوم ده فيها. خلاص يبقى هفرم الثوم الاول، هفرمه كويس جدا جدا الاول. انا هنا اهو فرمت الثوم، شايفين زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ اضيف البتنجان، هقطعته حتت بس قبل ما احطه في الكبة اهو بالشكل ده كده، يعني انا هستخدم الكبة تقريبا في الوصفة كلها اهو. واخر حته في البتنجان دي كان فيه شويه بذر كده كبار انا شلتهم، لو انتوا بتحبين البذر يبقى موجود زي ما هو سيبوه، يعني انا كان اهو لسه فيه بذر كمان، بس يعني ايه كان فيه حته زي مثلا دي كده لا انا هشيلها، انا مش بحب البذر بيبقى بالمنظر ده كده. خلاص في كذا حته كده فيها بذر كبير انا شلتها، لو انتوا حابين يعني دي مثلا من الصغننين يعني دي مش مشكله، لكن الحته اللي بيبقى فيها بذر كبير دي انا مش بحبها الصراحه فبشيلها. إيه حطيت البتنجان بالشكل دوت وهضربه كويس، وهحط كمان معاها البصلة بالمرة، يتضربوا الاتنين مع بعض حلو اهو بالشكل ده كده اهو، هضربهم بقى كويس جدا وهرجع لكم على طول. انا فضلت اضرب فيها لحد ما وصلت معايا بالشكل ده. طيب هعمل ايه بعد كده؟ خلاص هعمل ايه بعد كده؟ هحط الطحينة عليها وهي جوه المضرب كله مع بعضه اهو، حط الطحينة بالمنظر ده كده، معلقتين كبار من الطحينة، اللي بيحب الطعم الطحينة زايد شوية ممكن يزود مفيش مشكلة خالص. وكمان هحط المعلقة الكبيرة من عصير الليمون خلاص، وهرجع اضربهم تاني كويس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اخر حاجة هعملها هي الملح وخلاص، يعني مش هضربها بقى بعد الملح، انا هحط شوية الملح كده وهقلبها كويس وهغرفها في الطبق واوريكم شكلها النهائي ايه. وده اهو شكل سلطة بابا غنوج او المتبل. وطبعا بقى الاحسن والاحلى وبيدي طعم حلو جدا، بس للأسف مش متوفر عندي، وهو الرمان. الرمان بيبقى معاها يا جماعة حلو جدا جدا، فلو احنا متوفر عندنا رمان نحط عليها شوية رمان بيبقى طعمها حلو جدا جدا. وفي ناس كمان بتحب تحط البقدونس مع السلطة، من جوه السلطة تقطع بقدونس، دي حرية شخصية، يعني اللي بيحب يحط بقدونس فيها يحط بقدونس فيها خلاص. وده شكل الطبق النهائي اهو. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتدوسوا على زر السبسكرايب او الاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.